هذه المنطقة بتحتاج منا جميعا ليس الإرادة فقط ولكن الإدارة أيضا. ودي نقطة مهمة جدا الحقيقة بتجمع بين الطرفين. أنا لن أطيل على حضراتكم لأن احنا متأخرين في الوقت، وبرضو دي من النقاط المهمة قوي اللي احنا بنبصلها. وأنا سعيد أنه يمكن على اللوجو والبروشور بتاعنا بنتكلم على البيئة، بنتكلم على التنمية المستدامة. أنا هقول لحضراتكم أنه أنا دايما بحط شعار، وشعار مهم جدا، أنه أطفالنا هم مستقبل هذا الوطن، وأن البيئة وحمايتها هي حماية لهذا المستقبل. شكرا جزيلا لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معلش اسمحوا لي بس أنا أخذ بس فترة بسيطة، مش يعني مش ساعة ولا اتنين، ممكن ربع ساعة. لأن الموضوع اللي احنا جايين له محتاج إن احنا نديله حقه، محتاج إن احنا نحطه على أرض الواقع، محتاج إن احنا نفعله بقدر ما استطعنا من قوة وبما أعطانا الله سبحانه وتعالى وما منحنا به واختصنا به من علم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد كاملين دائمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد كاملين دائمين على أفضل خلق الله خاتم النبيين والمرسلين الذي خاطبه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ودستوره القويم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. هذا النبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة برسالة السماء التي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بها، التي اتكأت أول ما اتكأت وأخذت أول ما أخذت بحسن الخلق وبلاغة التعبير وطلب العلم. إذن العلم هو منصة الحياة، إذن الكلمة هي صناعة الحياة. السادة الحضور الكرام، السادة الحضور الكرام، أسرة مجلس علماء مصر، وأنا لا أذكر مصر فقط ولكن العالم أجمع. السادة الحضور الكرام، أسرة مجموعة المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي أجاسيا جروب، شرفت بالوقوف بينكم، لكن اسمحوا لي أن أتكلم بعض الوقت عن دور التحكيم والعلم في صناعة التجارة الدولية وفي رخاء الشعوب. اسمحوا لي أن أذكر لكم بعض ما كان وبعض ما سيكون عن التحكيم الدولي ودوره في التجارة والاستثمارات الدولية والتكنولوجيا وكافة الأمور الاقتصادية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا يأتي السؤال: لماذا مجلس علماء مصر؟ لأن لولا العلم ما كانت الحياة، ولولا الابتكار والفكر ما كان تطور الحياة، وما كان استمرار بني آدم على سطح الكرة الأرضية، ولما استعمرنا هذه الأرض. لذلك ومن هنا كان العلم والتحكيم تحقيقا لرأية العدل والإنصاف على الأرض، دعوة من المولى عز وجل بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. من هنا السادة الحضور الكرام، وفي هذا العصر وفي هذا اليوم وباستقراء ودراسة متأنية، نجد التحكيم في عصرنا الحالي قد بات هو الأداة العليا وأداة الفصل
في كافة منازعات التجارة الدولية وخاصة العقود المركبة وعقود نقل الطاقة وعقود البترول وعقود نقل التكنولوجيا وغير ذلك وعقود الإنشاءات وغيره وغيره، حتى مادة الأنتبيوتيك، حتى الفكر وإبداع العقل كان التحكيم في نقل الإيه؟ في نقل ملكية العقل، هي الملكية الفكرية، في نقل الأداء التي تستخدم لصناعة الحياة. لذلك جاب العالم أجمع ودار العالم أجمع وتصارع العالم أجمع حول صناعة قاعدة للتحكيم الدولي، مش التحكيم المصري 27 سنة 94 قانون التحكيم المصري، ولكن صدرت مجموعة من القواعد ضخمة لتواجه منازعات التجارة والاستثمارات الدولية، ما يسمى منها بقواعد اليونسترال وقواعد التجارة الدولية وقواعد منظمة التجارة الدولية وقواعد واشنطن ولاهاي وغيره وغيره وغيره، ولسه كل يوم، إلى أن صدر مجموعة أخيرا تتحدث عن التحكيم في عقود الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت. إذن الصراع النهاردة أصبح يدور حول إثبات الذات وإثبات الوجود الإنساني على سطح الكرة الأرضية، وتصارعت الحضارات. لذلك حاول بعض العلماء وبعض الفقه الدولي لصناعة قواعد تشريعية خاصة به وليكن في مصر، لكن هل تداركوا معنى وغاية التجارة الدولية؟ هل تداركوا معنى وغاية وفلسفة إدارة التحكيم الدولي؟ ما حصلش. هناك قواعد النهاردة بتقول حجية المكاتبات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ونحن اليوم لسه بنقول لا يقبل الإثبات إلا بالكتابة. يأتي التساؤل، ما هي الكتابة؟ هل الكتابة على صفحات الموقع الإلكتروني أو على صفحات جوجل أو على صفحات الفيسبوك أو على صفحات، هل هذه الكتابات أصبحت لها مصداقية؟ للأسف في قواعد دولية تشريعية بتقول الكلام ده. هيجينا النهاردة تساؤل تاني آخر بيفرض نفسه، مصر لما تصدر دستوره بتقول انها بتعترف بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، مش كده دكتورتنا الفاضلة؟ دي حقيقة، واقع. هذا الواقع فرض علينا، هل نتنبه او لا نتنبه؟ من هنا بيأتي دور مجلس علماء مصر. مش اختصر يا دكتور وليد، ليه؟ لان النهاردة احنا في صراع مع الزمن. أستاذنا العالم الجليل الدكتور محمد النشائي بارك الله لنا فيه وبارك العالم كله فيه، نلاقيه قد أتى بعلم جديد، النانو وتقنية النانو وتجزئة المليمتر على المليون، وأصبح بيعد النهاردة في السنتيمتر وفي المتر بمقدار المليارات. طب النهاردة تساءل، هل هذه صناعة جديدة أو في صناعات جديدة اشتغل بهذا الامر؟ طب احنا جهزنا للكلام ده؟ احنا جهزنا، احنا بقى كمركز مجموعة اجهزة للتحكيم الدولي استعدينا لمواجهة العقود اللي بتنظم لهذه الصناعات المتقدمة والحديثة؟ هل اعدينا نفسنا؟ انا برضو اسمع كلام الدكتور وليد في جزء بسيط جدا، وبرضو هنحاول نختصر عشان ما نطلش على حضراتكم، ولكن احنا عايزين نوصل ايه؟ عايزين نوصل ان فيه احكام النهاردة بتسمى احكام التحكيم، هي مش كسر على قاضي ومش كسر على محال ومش كسر على قانون، ده هم علماء الامور وعلماء الصناعة، علماء التكنولوجيا، علماء الزراعة، علماء الطاقة، علماء الطب، هم صانعي مثل هذه العقود. يبقى اذا النهاردة لازم نعبي نفسنا ونجهز نفسنا بطاقة وبكم رهيب من علماء، ومن علمائنا الذين نشروا الثقافة والرخاء والتنمية الكاملة على عموم العالم، ونيجي نقول لهم عايزين نعمل اتحاد معاكم. والحمد لله تفضل وحضر وشرفنا أستاذنا الدكتور حسن السعدي، كلمنا في بعض الأمور، حضر معانا برضو أستاذنا الفاضل دكتور هاني الحفناوي والدكتور مختار الغباشي، واتكلمنا في عدة موضوعات. طب احنا النهارده جينا عشان نفعل، هل احنا جاهزين عشان نفعل؟
الامر لا يقف عند هذا البروتوكول وهذا العقد وهذه الاتفاقيه بتاع التكامل. احنا عايزين التكامل يبقى حقيقي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني بمعنى ان احنا يكون عندنا قدره لمواجهه كافه الاستراتيجيات والتحديات الدوليه، وما صنعنا مجموعه اجهزه للتحكيم الدولي الا للمنافسه العالميه. شكرا لحضراتكم، وارجو ان انا ما اكونش اطلت الموضوع، على فكره مستحق ساعه او اثنين وثلاثه. في لقاءات ثانيه وشرفت بحضراتكم. في لقاءات ثانيه. شكرا. شكرا. والان لحظه التوقيع بين مجلس علماء مصر واجاسيا جروب.